خطوره بقى في الفتره دي يعني في الشتاء خلاص درجه الحراره بالليل 15 16 بالنهار بتبقى 20 فالجو مم. برد برد فما بنشيلش الكلام ده أي. لكن هي المشكله في هذه الفتره لان بيبقى فيها فيروس وبينتشر زي ما الدكتور جورج قبل كده اتكلم في يعني قبل مني مم. وبالتالي لازم نكون حريصين جدا في ارتداء الملابس مم. انا النهارده بلبس الطفل بتاعي او ابني خفيف بمعنى ايه خفيف يعني لبس خريفي لا هو شتوي ولا هو صيفي مم. يبقى حتى لما البسه حاجه تقيله جاكيت يبقى جاكيت خفيف بحيث ان هو لو حس بحراره شويه وقت الدورية ما يقلعش الجاكت لا ما يقلعش الجاكت آه. ما يقلعهوش لان لو قلعوا جسمه فيه عرق برق جوه مم. اي شويه هوا جايين لو قعد في الظل هي المشكله انه بيلعب في الشمس أيوة. طب لو قعد في الظل احنا بنقيس درجه حراره الهواء في الظل احنا امبارح مثلا بنقول الناس اللي ماشيه بالشمس ده الجو حار اه حار لانه ماشي بالشمس لكن لو قعد في الظل يشعر ان الجو برد يعني الحاجات القطن الجواكت اللي هي بتبقى على قطن شويه دي آه. او الجل ممكن دي اللي انا لبسها له دلوقتي صح كده ممكن يبقى لابس حتى تيشيرت العرق ويبقى معاه ازازه الميه ليه؟ آه. لان هو الطفل بيلعب وبيجري فبيبذل طاقه فالطاقه بتخرج من عنده آه. عرق العرق دوت ميه من الجسم فمحتاج لكميه سوائل عشان يعوض الكلام ده فلازم يشرب سوائل كتير بازازه الميه معاه كمان آه يعني ما يبقاش فيه في تزاحم يعني المدارس عندنا الاعداد التلامذه والطلبه فيها كتير دي هنعمل فيها ايه بقى مش دي مشكله <applause> يبقى الكمامه ليه لان الفيروس بينتشر بسهوله أيوة. الفتره دي بالذات فتره انتقاليه بيبقى فيه نقل لبعض الكائنات حيو فيروسات فهنا السهوله دي تخلينا نبقى يا اما في تباعد ما أيوة. هو جوه الفصل صعب ان الولاد تفضل لابسه سأسأل حضرتك مثلا المعلومه نفتح بتاك... شبابيك بقى اه نفتح الشبابيك نفتح ندي أوه. تهويه بقدر الامكان أوه. قبل ما الطفل ينزل ويشرب شويه ميه فيعادل الجو بره زي جو... ده صح, دا معلومة دا صح ده معلومه لأمهاتنا كانت بتعملها لا لا ده هو ده الاساس على فكره أوه. اللي كان بيتم زمان في اجدادنا عفويه حتى من... هو ده أوه. طبيعي جدا ان هو ياكل كويس هو الصبح وانه يشرب الماء ميه كويس قبل ما ينزل يبقى هنا الجسم عنده يعني تعافي من يواجه اي أوه. فيروس يقابله